41 عنوانا في مختلف الميادين العلمية والأدبية هو عدد المنشورات التي أثري بها قطاع الثقافة سنة 2022، من بينها مجموعة كتب موجهة للأطفال طبعت منها 9000 نسخة بتقنية البراي، أرقام كشفت عنها وزيرة الثقافة والفنون خلال إشرافها على افتتاح فعاليات منتدى الكتاب. نحتفل بهذه المناسبة بالعناوين التي تم نشرها ضمن برنامج الدعم الاحتيادي لسنة 2022، والتي بلغت أكثر من 41 عنواناً وبحدود 41 ألف نسخة، شملت مختلف التخصصات والميادين من كتب علمية وأدبية ودراسات نقدية وقصص أطفال وغيرها من الأصناف الفكرية، إضافة إلى كتب الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية لمعاش المبدعين الشباب. وربما الجديد المتميز في إصدارات السنة المنصرمة هو البرنامج الذي أطلقناه بخصوص كتب البراي الموجهة لفئة ذوي الهمم، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقد كانت البداية بإصدار 9000 نسخة من كتب الأطفال. المناسبة كانت فرصة لتكريم العلامة الفقيه والمجاهد الشيخ محمد الصالح الصديق من خلال نشر 10 إصدارات جديدة تحمل اسمها، هذا العالم الوسطي الذي وهب حياته لخدمة العلم والوطن. فرجبتم عدة مرات في هذا الوطن الجزائري، لأن الجزائر عرفت قدري، والحمد لله كما أني كرمت خارج الجزائر، وكل هذا فضل من المكرمين، وكل هذا فضل يدل على أن الجزائر بلد حي، بلد يدرك قيمة العلم وقيمة العلماء. المنتدى عرف تسليم مجموعة من الكتب والمؤلفات الصادرة بتقنية البرايل على مؤثلي جمعيات وهيئات ولائية خاصة بفئة المكفوفين.